حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. يروى عن ابن عباس أنه قال: الناس لصاحب المال ألزم من الشعاع للشمس، وهو عندهم أعذب من الماء، وأحلى من الشهد، وأزكى من الورد، خطأه صواب وسيئاته حسنات، وقوله مقبول يرفع مجلسه ولا يمل حديثه، هذا صاحب المال. والمفلس عند الناس أكذب من لمعان السراب، وأثقل من الرصاص، لا يسلم عليه إن قدم، ولا يسأل عنه إن غاب، إن حضر ازدروه، وإن غاب شتموه، وإن غضب صفعوه. ويقول أحد الشعراء في المعنى نفسه: فقر الفتى يذهب أنواره، مثل اصفرار الفجر عند المغيب. والله ما الإنسان في قومه إذا بلي بالفقر إلا غريب. واحد آخر يقول: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا، فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. يقول ابن كثير أيضا: الناس أتباع من دامت له نعم، والويل للمرء إن زلت به القدم. المال زين ومن قلت دراهمه، حي كمن مات إلا أنه صنم. لما رأيت أخلائي وخالصتي، والكل مستتر عني ومحتشم، أبدوا جفاء وإعراضا، فقلت لهم: أذنبت ذنبا؟ فقالوا: ذنبك العدم. طولنا شوية مع الشواهد الشعرية اللي تعبر بأصدق الصور على أن الدنيا مع الواقف، الدنيا بالوجوه. مهم يحكيوا على زوز أخوة، واحد مسكين فقير، العشاء يطرد الغداء، والآخر بسط له ربي في رزقه. نهار من الأيام هم هكا محلقين مع جماعة آخرين، قام هكا الفقير قال: لكني يا جماعة اليوم صرت غريبة، صرت فيها الطول وما ريتهاش. لفتوا له هكا بهزوا، قالوا له: ايش صار لك؟ قال: من العام اللي فات بعد الدراس استحسنت هكا في صي الشعير، وخذيت من نويبة ودغرتها، وقلت في الخريف كان حيانا ربي نزرعها. مشيت اليوم نجبدها، نلقاها كلها الفوق وما خلى فيها حتى كعبة. اوه، قالوا له: فار ياكل الشعير وياكل ويبة. وبدا واحد يضرب والاخر يلقي، وهكا الراجل وجهه يتلون لون بعد لون. او خوه كيف ما قلنا حاضر، غاضوا حال خوه ووجعوا، وعرف اللي الجماعة كذبوه رغم اللي هو صادق، على خاطر حقروه الفقر. مهلهم كما تقول نصف شهر ولا 20 يوم، وعين الجماعة الكل ملمومين، وبدأ يحكي. ومنها قال: يا جماعة راني صرت فيها الطول، وباش الغريبة متاع اليوم مراتهاش عيني. قالوا له كل حزم هكا: لبس ما هو ياسر حاجة. قال لهم: لا لبس، أما العام اللي فات عقاب العام فضلوا لي 4 ولا هما 5 سكك محارث حديد سكير، ربطت مكة بعرفتل وعلقت مكة في سقف المخزن. دخلت اليوم باش نجبدهم، نلقى الفار طلع مع الساس ومشى مع السقف وهبط مع عرفتل وكلاها. قالوا له: ياكل هو ثم آفة محيطة قدك يا الفارة.
وولاو كل حد يجيب في حكاية على شكلاله الفار بالزعمة يأكتوله قوله. قال لهم الفار ياك الحد الحديدة. قالوا له الفار ما يخلي شيء. قال لهم لكن يصيبكم ونعدكم الحديد ياكله وبتشعير ما ياكلهاش. نهت خوه فرت نهيدة وقال له ما كريت لكني يرحمهم كيف قالوا إذا عطاك العاطي لا تشاطي ولا تباطي حتى مجبال ليك تواطي وإذا منع العاطي كلامك بين الرجال واللي خاطي. وعلى أمل أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.